السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما العلاقة بين جزائرية الفنيدق ورباب المغربية؟ هذه المسألة غادي نوضحها لكم فيما بعد. غادي نعطيكم بداية الخبر الذي يهم أكثر، ولكن هذه المسألة أيضا العلاقة ما بين رباب والجزائر مهم أيضا خصكم تعرفوه. أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان أمس الخميس حكما بإدانة مواطنة جزائرية بتهمة التحريض على الهجرة الغير شرعية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق في 15 شتنبر 2024، حيث حاول العديد من الشباب والقاصرين ومواطنين من جنسيات مختلفة الهجرة بشكل جماعي. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات على المتهمة الجزائرية بعد ثبوت تورطها في التحريض على الهجرة غير القانونية من خلال تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية وطنية. وكانت السلطات قد أوقفت المعنية بالأمر في مدينة القصر الصغير قبل أن يتم إيداعها السجن المحلي بتطوان في وقت سابق. كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما أخرى شملت 27 شخصا بالسجن لمدة 7 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم، بينما حكم على 20 شخصا آخرين بالسجن لمدة 9 أشهر مع نفس الغرامة المالية، وتم الحكم على شخصين بالسجن لشهرين وعلى شخصين آخرين بالسجن لمدة 3 أشهر، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر على شخص واحد. هاد الأخبار إخواني أخواتي خصكم تعرفوا باللي عندها واحد العلاقة وثيقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأن مسألة أجي وتكلم وأجي وصرح وأجي وعطي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي نتائجها تكون كارثية. هاد الجزائرية اللي يعني حاولت تستقبل مغاربة وتستغل الظرف وتحاول أنها تمرر واحد الرسائل مسمومة وتحاول أنها تدعي أنها مغربية في البداية، وتكلمت على المغرب ولا الملك محمد السادس وما إلى ذلك، وبعد اكتشفوا أن السيدة هي أصلا جزائرية وأن المسألة بالنسبة لها هي تحريض. الإخوان خصكم تفهموا هذه النقطة بأن الدباب الإلكتروني متواجد على كل وسائل التواصل الاجتماعي المغربي. الدباب الجزائري داير واحد الدور خطير على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه وحده نموذج من الناس اللي يعني جايين بغرض الإساءة الى المغرب حكومة وشعبا، والتحريض راه ماشي حاجة بسيطة خصوصا في مسألة تتعلق بالهجرة السرية. مشاو معهم قاصرين ومشاو معهم شباب يعني ما فاهمين والو، غرضهم انهم يهاجروا فقط، ولكن شكون اللي تكلف بداك الشيء؟ شكون اللي تكلف هذه المساله؟ كامل هذه الامور عندها واحد الابعاد اخرى. بالاضافه الى الجزائريه كاين جزائري اخر كان لاعب سابق كره القدم، دخل المغرب جلس دار صفحه ودار فيها تحريض على الهجره السريه وتكون جماعيه، وكان حتى هو من ضمن المعتقلين والذين ايضا صدرت في حقهم احكام. غير باش تفهموا مزيان، هذا السيد كان داير صفحه وكان كيشجع فيها على الهجره الغير شرعيه. يعني المساله هنا الاخوان ما بقاش فيها اللعب، والانسان اللي ما عندوش القدره على الاستيعاب هاد الامور احسن ليه انه يتكمش ويتفرج ويسكت، ماشي غير اللي جا قالو شي حاجه اجي نديروها ينوض يقول مرحبا. وهي فيها مغامره خطيره وفيها مسائل تكلفك حريتك كما نرى الان. المساله الاخرى اللي بغيت نضيفها، وعلاش انا ربطت ما بين ما حدث مع هاد الجزائريه اللي حاولت تحرض المغاربه على الحكومة ديالهم وتحرضهم من أجل القيام بشيء مخالف للقانون المغربي وهو الهجرة السرية، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة اللي كانت تعطيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ربطت بينها وبين رباب لسبب قوي جدا.
هو الذباب الإلكتروني، لأن رباب رغم أنها مغربية وأنها دارت واحد التصرف اللي كلنا ضده، لأن هذه المسألة ما متعلقاش بها فقط كمغربية، متعلقة بنا نحن أيضا كمجتمع مغربي. خاصكم تفهموا الإخوان والأخوات بأن رباب منين دارت ديك الخطوة، هي دارتها عفوية، بغات السيدة دفع للوطن بالطريقة اللي تبان لها هي مناسبة. ولكن النتائج ديال داكشي شكون شنو وقع؟ الجزائريين استغلوا الوضع لشحن الشعبين المغربي والجزائري ضد بعضهم البعض، طلقوا الذباب الإلكتروني ديالهم في كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الزيادة في التحريض على المغاربة. بالإضافة إلى أن هذه رباب الكل أصبح يبحث عنها، كنتكلم على الجزائريين، فين ساكنة، عطونا عنوانها، فين عايشة، شكون يعرف لاديريس ديالها نمشيو لها. يعني السيدة راها مهددة الآن بأنها ممكن تتعرض للقتل وتتعرض للتعنيف هي والأطفال ديالها، خصوصا أنها عندها أطفال صغار. هذه المسألة الإخوان خصنا ننتبه لها مزيان. أنا ماشي ضد أنك تدافع على بلادك، بطبيعة الحال كلنا ندافع عن مغربينا بالطريقة التي نراها مناسبة، وحنا أصلا كندافعو غير بالكلام على وسائل التواصل الاجتماعي بالطرق يعني المتاحة ما بين أيدينا، بطريقة شريفة، بطريقة محترمة، بطريقة اللي تخلينا حنا ما نخسروش الأخلاق ديالنا والكرامة ديالنا والمبادئ ديالنا. ولكن في نفس الوقت خصنا نعرفوا بأن هاد رباب عطات الفرصة للجزائريين باش يزيدوا يزكيوا الصراع المغربي الجزائري ويستفدوا منه بطريقة خبيثة. الجزائريين كاملين ولاو يعني كيتكلموا على هاد المغربية التي حرقت العالم أو قطعت العالم الجزائري وما إلى ذلك، وهما نساو أصلا بأنهم حتى هما داروا نفس الفعل مرات ومرات وما كان اللي يرد عليهم. بالعكس حنا كمغاربة نلتزم بالقانون، كنعرفوا باللي القانون عندما يأخذ مجرى فسوف يؤتي لكل ذي حق حقه، وكنخليو السلك الدبلوماسي ديالنا هو اللي يتكلم. ولكن باش نجيو ونهاجمو ونتصرفوا شي تصرفات كما دارت رباب، وبينت أصلها، بينت المنطقة فين عايشة، بينت كل الأمور الخاصة بها، فهي هنا تهدد أسرتها، تهدد أطفالها، وتهدد نفسها بأن تتعرض للقتل أو محاولات للإساءة لها. لهذا إخواني أخواتي كونوا حريصين على وسائل التواصل الاجتماعي، تكلموا ولكن بدون الأمور اللي توصل إلى ما لا يحمد عقباه. وتحياتي لجميع وشكرا على المتابعة.